تبادل، تبادل في الكهرباء اقدر اصدر لها واصدر. في اوقات انا محتاج فيها واوقات هي محتاجه فيها، لان الرش اور عندي ممكن تكون مختلفه عن الرش اور. فيجب ان انا اربط الشبكتين دول ببعض. اربطهم ازاي؟ بما يسمى بالدي سي لينك. دي سي لينك هنا دي سي ترانسميشن لاين، دي سي لينك. مش مهم بقى الدي سي لينك ده 600 كيلو، لا احنا بنقول ال ال لما بقول 600 كيلو تبقى موست ايكونوميكال. لو انا بعمل خط بالكامل بقول 600 كيلو، انما انا ممكن احتاج اربط شبكتين زي دول. اجي شبكه هنا في مصر وشبكة هنا في السعودية، السعودية مثلا. فهنا بحط ما يسمى ب كونفرتر ستيشن، كونفرتر ستيشن، وهنا برضه كونفرتر ستيشن. فايدة الكونفرتر ستيشن دي ايه؟ دي رقم واحد ودي رقم اثنين. انها تاخد لي الاي سي دوت او 220 كيلو فولت على سبيل المثال، وفريكوانسي 50 تخليه 220 كيلو فولت ودي سي. خلاص؟ هنا بنكونفرت الاي سي لدي سي. الكونفرتر ستيشن دي ممكن نسميها ريكتفاير او انفرتر، ممكن تستخدم في مود كده وفي مود تاني تبقى انفرتر. يجي هنا الدي سي، طب انا عايز احول الدي سي استخدم الكونفرتر ستيشن دي كانفرتر، فتاخد الدي سي تحوله الاي سي عند الفريكونسي. طب الكومبوننت القيمه اللي انتوا عاوزينها هتاخدوها في الباور الكترونكس بدل الباور الكترونكس لا. طيب بس كورس باور الكترونكس ان شاء الله يعني الترم الثاني السنه الرابعه اعرفوا ان فيها فريكونسي تشينج، يعني تاخد الفريكونسي ده تقدر تغيره تخليه زيرو، وبعدين تاخد هنا من زيرو تقدر تغيره ل 60 بالشبكه بتاعتك. دي بنسميها الاسينكرونس باور بيرز. يعني اوكي، يبقى ده انتر كونكشن كلمه اسينكرونس يعني ديفرنت فريكونسيز فور باور، فور باور ترانسميشن اكروس ذا سي وين ذا كيبل لينس از فيري لو. يعني احنا في البحر بنسمي ما يسمى بالسب كيبلز، اما نكون عايزين ننقل من شاطئ لشاطئ كامل مسافه بنستخدم الهايبر دي سي ترانسميشن فور انتر كونكشن اوف ويك باور جريدز. لو عندي شبكه ضعيفه، شبكه ضعيفه تانية ضعيفه عليها الشبكات بتاعتي، يعني احنا مش عايزين ندخل في الكورس تبقى في شبكه ضعيفه وشبكه قويه. الشبكه القويه اللي هي لو حصل اي اهتزازات او اي حاجه فيها، يعني حصل اوفر دوز او حصل شورت سيركت في حته معينه ما تاثرش على الشبكه، ويبقى النمبر اوف انتربشنز عدد مرات قطع الشبكه يبقى قليل كتير. لو هي ضعيفه وهي قويه يبقى قليل. في الشبكات الضعيفه دي لو ربطناها مع بعض بدي سي لينك بتحسن من استقرار الشبكات، تحسن من الاستابيليتي بتاع الشبكات. طبعا الحاجات دي بتبان اكتر في الكورسات بتاعت الماستر والبي اتش دي اللي عايز يحضر ماجستير او بي اتش دي. For interconnection of power grids, for additional exchange of active power with other grids. ال active power أنا ممكن أتبادل ما بين شبكة وشبكة أزود ال active power وخلافه عن طريق ال DC link. ستة for increasing the transmission capacity of existing rights of way by changing from AC to DC. النقطة دي إن كل شبكة ليها ما يسمى ال right of way. ال right of way هو حرم، حرم طريق ار او ده رايت اوف واي. الرايت اوف واي ان انا لو عندي شبكه بالشكل ده كده اهو، حسب قوه الشبكه 220 كيلو 500 كيلو 230 110 لازم اسيب مسافه 20 متر 30 40 50 وات ايفر، والناحيه الثانيه لازم اسيب مسافه. انا افترض دلوقتي
من عندي الابراج بتاعتي، يبقى من الناحيه دي في 20 30 متر مسافين، ومن الناحيه دي في 20 30 متر مسافين. ده بنسميه الرايت اوف واي او حرم الطريق. ليه؟ لان التيار الفولتش بتوع الشبكه بيسببوا ما يسمى بالالكترومغنتيك ويندز، وقلنا الكلام ده بيبقى خطر على الهيومن وعلى اي ناس عايشين او معديين او الفيكلز او المركبات اللي بتاعتك. فبالتالي لازم يبقى في حرم طريق، ما نعملوش اي فايليشن، ما نعملوش اي تعدي، يعني ما فيش ناس تعيش جنب حرم طريق. ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الكونفجريشن بتاع الشبكه، وبيعتمد على كهن الشبكه. الحقيقه لو انا حولت الاي سي لدي سي بقلل من حركه الطريق. الارض بتبقى غاليه، بدل ما هو 50 متر من ناحيه و 50 متر من ناحيه، وهو في الاي سي لو حولته لدي سي اقدر اخليه 30 او 25 او وات ايفر. يبقى دي النقطه رقم 6. الهاي فولت دايركت كرنت سيستمز، في عندي حاجه اسمها الباك تو باك، وعندي الباور ترانسميشن فيا دي سي سبمارين كيبلز، وعندي الباور ترانسميشن فيا لونج ديستنس دي سي اوفر هيد لاينز. الباور ترانسميشن فيا لونج ديستنس دي سي ترانسميشن لاينز هو الشبكه لما الهيد بتاعتك بتتعدى 600 كيلو متر، والباور ترانسميشن فيا دي سي سبمارين كيبلز لما اكون انا عندي بحر او نهر او حاجه وعايز ابني، ما اخدش كده. لو خدتها، لو خدت ترانسميشن وده جزء في الميكانيكال ديزاين هتلاقوا واحنا بنعدي من شاطئ لشاطئ شكل التاور بتختلف، التاور لازم يبقى عالي وتاور المواطن. في مشكله وفي مساله شهيره كنا بنديها في ترانسميشن لاين، ازاي تي ديزاين الاوفر هيد ترانسميشن لاينز وتكون الابراج بتاعتي او اللاين يكون بيعدي نهر او بيعدي بحر. طيب الباك تو باك ستيشنز والترمينات اسينكروس نتوركس قلنا الثلاثه دول، بس انا هنرجع واحد واثنين وثلاثه عشان نقول دي السيستم بتاعي. لو عايزين نشوف صوره اهو كده، دول الثلاثه ده بسميه الاولاني الباك تو باك، ده هنا الكيبل سبمارين كيبل، الحته اللي نازل جوه الميه شايفينها في النص هنا اللونج ديستنس ترانسميشن لاين. احنا كل دي بنقول عليها استخدامات في كورس كامل بنديه في الماستر، وادي استخدامات الباك تو باك، يعني استخدامات السيستم ده ايه، استخدامات السيستم ده ايه، شرحناهم قبل كده. استخدامات السيستم ده ايه، ده في كورس كامل في الماستر بي اتش دي عن الهاي فولتج دي سي ترانسميشن، وكورس كويس الفايل ده. بص بقى قبل ما نتكلم في اي حاجه، احنا كلنا فاكرين الدي سي بمثله ازاي. الدي سي يعني ايه؟ دي سي واش اصحى مع سالب مع سالب مش كده؟ يعني انا حبيت اقول كده مثلا، يبقى ده دي سي كده. بص دي سي صح؟ ما تخافش، كلم ولو تقول اي كلام، مش اي كلام قوي يعني، كلام انت شخص منه قوي يطلع صح ويطلع غلط، ما تخافش ما تسيبش تعلم. اتفقنا؟ طيب يبقى ال تي مع ال في او مع الاي، لو قلت ده تي كيو فولت يبقى ده دي سي، ده اللي انتوا بتعلمينه صح؟ ده اللي انتوا بتعلمينه صح؟ طيب طب ده ما ينفعش تي؟ ادي تي مع الفي ناقص 100 كيلو فولت، ينفع ولا ما ينفعش؟ ها؟ طيب ده ايه؟ ايه رايكم ده؟ ها؟ ده اي سي. طب ايه رايكم ده؟ AC. AC. طب ايه رايكم ده؟ AC. AC. طب ايه رايكم ده؟ ده DC.
اس. طيب يبقى ده اس دي سي قبل الدي سي ده اس ده اس ده اس ده اس ده اس وده اس مش كده؟ يبقى ايه مفهوم دي سي وليس اي سي؟ ايه مفهوم الجديد؟ ان الدي سي هو مونوبولر دايركشنال ده بوست ديفينيتيف. الاي سي معناه الترناتيف. اي سي بوست الترناتيف. الترناتيف ما بين ايه؟ ما بين قيم بوستيف وقيم نيجاتيف. انما الدي سي اتجاه واحد وقد يكون سالب الدين. فانتوا اللي اتعلمتوها ان هو سالب الدين. طيب انا بقول ليه كده؟ عشان ده it looks like لما صوره وشوفه ان هو سالب الدين. اهي كده. يبقى دي سيما بيطلع بيطلع بحاجه اسمها fluctuations عليه. fluctuations يعني ده لو انا عايز امثل الاي سي مع الدي سي هنشرح ده دي سي انما ده اي سي. هل الدي سي ده ثابت في مفهوم الاساس بتاعه ثابت؟ يعني اقدر اكتبه في بس؟ لا ده انا ممكن اكتبه ده في اوف تي غرفه تفاقم في الزمن. ليه؟ لان ده قيمته هنا عند اللحظه الزمنيه دي غير قيمته عند اللحظه الزمنيه دي غير قيمته عند اللحظه الزمنيه دي. صح؟ بحرف الدي سي كان بريتم اس في اوف تي. احنا مش هنكتبه في اوف تي الا في حالات هنكتبه في بس في حالات اخرى. ايه دي بقى؟ دي اسمها فلكشويشنز. يعني بيتارجح ما بين قيمه ماكسيموم وقيمه مينيموم. مقدارها ايه؟ مقدارها نسميها 2 في شايف المسافة ما بين هنا 2 دلتا المسافة ما بين هنا دي كده نسميها 2 دلتا في. وحيث الدلتا في ده اسميه حاجة اسمها ليبل. سمعت عن الليبل؟ ها؟ في البار الانفلونس وفي الميجر. كده دي سي اول حاجه الريتيفاين بايب يونس اب تو 10 ذات اوف كيلو فولت كان ميد باي سيرس كولكشن اوف ابروبريت سبلاي. طريقه ثانيه رئيسيه كان زي ما قلنا في هايبر سي سي لتوليد الجهود الثابته هايبر سي. اولهم الريتيفيكيشن ميثودز. الريتيفيكيشن ميثودز الطريقه الثانيه ان انا اجيب دي سي جنريتور. خدت كورس في الدي سي ماشين وخدت في الانرجي كونفرجن في الدي سي ماشين. الريتيفيكيشن ميثودز فيها الهاف ويف ريتيفاير اللي اول حاجه هنشوفها. في حاجه اسمها الفول ويف ريتيفاير. والفول ويف ريتيفاير بيتقسم لنوعين. الفول ويف ريتيفاير يوزنج تو دايس وسنتر تاب ترانسفورمر وهنشوفه. والفول ويف ريتيفاير يوزنج بريك سيت. يبقى هاف ويف وفول ويف من نوعين. وبعدين حاجه اسمها لو عايز جهود اعلى استخدم اللي يسمى بالدبل سيلز. ولو حاجه عامله اكتر استخدم اللي يسمى بالمالتيبلاير سيلز او الكاسكيد كونكشنز. خلي بالك من كلمه كاسكيد دي انا ماشي بيها من اول الهايبر سي سي. نمسك اي اول واحده الهاف ويف ريتيفاير. بتعتمد في الاساس الدايره دي على شوية ارتفاعات اللي هي شوية بايبس وترانسفورمر وكباسيتور.
الدرجة بتاعتنا commonly used of weapon to fire circuit shown in case. Connecting the large capacity fire to the load will reduce the limit. Okay. أنا عايز أقول حاجة. دي الاتفاق سيركت الطريقة الأولانية اللي هي هاف ويف ريكتيفاير. في دايركس وفي كابسنس وفي ترانسفورمر. الترانسفورمر ده لازم يتكتب عليه اتش بي ترانسفورمر. هاي بوت ترانسفورمر. حد في الهيدروجين سايد فين والهيدروجين سايد فين. عندي الاتش بي ترانسفورمر وعندي الكابسنس. الفولتج اللي على الترانسفورمر بتاع السكندري هو في وفي بيساوي في ماكس ساين فور كتير صح؟ الفي وفي بتاع السكن بتاع الترانسفورمر بيساوي في ماكس ساين فور كتير اللي هو شكل ده ده كان مدروس فورمر اللي جاي منين؟ من السكن بتاع الترانسفورمر يبقى ترانسفورمر واقف من السبلاي اللي هو 220 فولت من خلال الجنريتور اللي احنا اتفقنا عليه وهبط في السكند اي حاجه 100 فولت في ال 100 كيلو فولت 50 كيلو فولت اكورد للترانسفورمر دخلت على الدايركت الدايركت في وضعه ده فورورد ولا باك ولا بايس ها الدايركت شكل فورورد بايس فورورد بايس يعني يعدي ايه البوست باف سايد يعدي البوست باف سايد ويجي عند النيجاتيف هاف سايكل يقف يعني ايه؟ ديسنشارج هو هنا كان لنا بديل حته بقى كده يجي عند النيجاتيف هاف سايكل هنا كده اثناء يعني ديسنشارج ويرجع تاني يسحب بص هاف سايكل ويرجع تاني في النيجاتيف هاف سايكل يمشي يبقى هي شكل الاحمر ده اللي هو فوق ده شكل الاوت على اللود بتاعه اللي هو بسميه في اوف تي بس اي سي اللي هو كان بيريبريزنتد باي في بار اللي هو الرسمه في مين او الافرج ما بين ده طب الفرق ما بين الماكسيموم فاليو والمينيموم فاليو بسميها الاثنين دلتا في ودلتا في قلنا عليها بتساوي ايه اسمها ايه؟ الريجن الدلتا في على الفي بار اللي هو ده شوتنج تكسيد 3% شوتنج تكسيد 3% عشان الويب فورم اللي انا بعمل لها جنريشن عن طريق الدايره دي تبقى افكتيف واكيوريت ده بنسميه الريبل فاكتور الليفل فاكتور يبقى انا عندي حاجه شكل الانبوت اللي هو الاي سي وادي شكل الاوتبوت بتاعي واقدر اقول ان الفي اوف تي عندي هي اقل من او يساوي في ماكسيمم اكبر من او يساوي في مينيمم يعني في اي لحظه زمنيه قيمه الفي اوف تي هنا هي اقل من او يساوي الفي ماكسيمم واكبر من او يساوي الفي مينيمم اتفقنا؟ طيب ويمكن التعبير ان في ماكسيمم مينيمم يساوي في ماكسيمم ناقص 2 دلتا في او العكس في ماكسيمم يساوي في مينيمم زائد 2 دلتا في اوكي الكباستور ده اللي موجود في الدايره فايدته انه يعمل لي اسموسي بسميه اسموسي الكباستور يعني لي الريبل مقابل يعني الريبل ده كل ما ايه كل الاوت والفورم بتاعتك كانت احسن فاختيار الكباستور بعنايه وقيمته اقدر احدد بيها قيمه الريبل واقلل بيها قيمه الريبل الجورد يا جماعه برضه عشان تبقى عارفين الدايركس المستمره دي مش هي الدايركس اللي انتوا شفتوها في
common sense. A lot of drugs from the cities. بس حاجات صغيرة. لا عندنا الأرض ممكن تتحمل up to 200 كيلو فولت. Up to 200 كيلو فولت. كوميونيكيشن بيشتغل ب 200 كيلو هرتز 200 كيلو هرتز 500 واحنا بنشتغل العكس 100 و200 كيلو مش عارف ايه بالنسبة للفولت. احنا بنشتغل على الفريمات الصغيرة وبنشتغل على الفريمات الكبيرة. اوكي؟ الضغط ده عفوا يعني لو شفت شكله في المعمل زي جوز اللانش او الجبنه الافانت الكذاب هو ده الديزاين بتاعته. الضغط يتحمل اب 200 كيلو فولت. الدايره دي اللي عندي لو جوه الترانسفورمر بتاعي السكن 100 كيلو فولت يبقى الضغط اللي هتحط شوت هاف ابيك انفرس فولت بنسميه بيك انفرس فولت اوف 200 كيلو فولت. لانك انت لو طبقت كرش الفولتج دول هتلاقي الفولتج على الدايركت هو ممكن يساوي في ماكسيموم زي ما هو جاي زائد الجهد اللي هيتشحن بيه الكباستر. والكباستر لما يجي يتشحن هيتشحن بكام؟ اعلى حاجه ايه؟ في مثلا. يبقى برافو عليك. يبقى الفي على الضايف قد يصل الى الماكسيموم. اهي حته خبيثه كده الفي على الضايف قد يصل الفي ماكسيموم ساين اوميجا تي زائد الفي ماكسيموم اللي هو هيبقى على الكباستر. عند انستنس مختلفه الاوميجا دي ممكن تبقى بكام؟ صفر صح؟ بس هي زيرو بزيرو كان في على الدرجه وفي ماكس مظبوط؟ انما عند اوميجا بتساوي 180 برضه صفر. طب عند اوميجا بتساوي 90 واحد صار 90 واحد وفي يبقى في ماكس زائد في ماكس وفي ضرب. يعني الضرب قد يتعرض لجهد مقدار 2 في ماكس. ما هو في ماكس؟ هو الماكسيمم فولت بتاع السكندري بتاع الهاي فولت ترانسفورمر. واضحين؟ الحقيقه نقول مره ان شكل موجه الخارج غير الماكسيمم فاليو از ابروكسيمتلي ايكوال. كلمه ابروكسيمتلي مهمه ايكوال تو ذا ماكسيمم فاليو اوف ذا سكندري أو ذا هاي فولت ترانسفورمر سكند ابروكسيمت ايكوال تو ذا ماكسيمم فاليو. الفريكونسي بتاع الريبل اللي هو ده ما هو الريبل ده له فريكونسي اهو بيكرر نفسه بيكرر نفسه. تفتكر الفريكونسي بتاع الريبل قد ولا اكبر ولا اقل من الفريكونسي بتاع السبلاي؟ تعال يا ابني قد اهو مش دي البيرف كرر البيرف نفسها تاني نفسها. يبقى الفريكونسي بتاع الريبل is equal to the frequency of the supply. الريبل عالي رقم ثلاثة الأول بوش is approximately equal to the voltage of to the maximum value of the voltage of the high voltage transformer second. قلت on this otherwise thing في أي مسألة given voltage في الـ AC هو maximum of RMS. أنا قلت حاجتين on this otherwise thing for any three phase power system فال given voltage هو line ولا phase؟ line voltage صح؟ وماكسيموم على الرقم سكوير حتى في ترانسفورمر الجهد المعطى دايما لو قلنا 220 فولت 100 كيلو فولت فانا بعمل 220 فولت هو الروت من سكوير وال 100 كيلو فولت هو الروت من سكوير. لو عايز الماكس بتاعه هو الدرس الثالث في جزء تبدا فيه من خلال تو اكويشنز او ثلاثه اكويشنز عمليه الشارجنج والديستشارجنج
الدلتا في هنا تملي دبل واي اف على بي سي. وبما ان الفريكونس بيساوي او الاي في دي على بي سي، اي وليس واحد، اي اللي هو التيار، اي في دي على 2 سي، والدي بيساوي واحد على اف، اذا كان في دبل فاي على 2 اف سي. لو انت عايز دلتا في سيرت الريجل في البوست هاوس سايكل الاولاني
الدايت رقم واحد هيبقى فورورد بايس، يعني هيعطي النيجاتيف هاوس سايكل بتاعتي اللي هي دي تحت بقى كانها بوزيتيف هاوس سايكل ثانيه، كانها بوزيتيف هاوس سايكل، وهتلاقي الدايت رقم اثنين بالنسبه لها فورورد بايس تروح معديه كده، تروح معديه بحيث تجيب ايه في الاخر؟ شكل الفور هتبقى بالشكل ده. مفيش ولا انا مش برافو ودبل الفريكونسي هنا دبل اوكي
ضربت في الراس. التالت حاجات ناخد بالنا منهم ان الفولشر فولشر تيكوال تو هارد فولشر سكندري الريبت از سمول الريبت فريكونسي دبل فريكونسي اوف ذا سبلاي. طيب النوع الثاني من الفول ويف الهتان مع بعض بس دي المقارنه بس اي الانبوت اي سي اي الهاف ويف اي الفول ويف ودي ريلك هنا الدلتا دي سبب في شكل سبب. يبقى
15 صح؟ 300 285 يبقى 15 والفريم ورك 50 وعايز السي بتاعتك من سنه كام؟ تعويض مباشر نقدر نجيب التيار الجمهوري فريم ورك الجمهوري الدلتا في بقت 15 وده فور ويف ريكتفاير يعني اي على 4 اف سي نقدر نطلع حد عنده اي سؤال هنا؟ لا بص لما قلت الحل اللي هنا ده باستخدام فاكتور اسمه ان والان لها علاقه بالدلتا في. اوكي؟ الدلتا في اصغر ان انا كاتبها هنا في المساله هنا في السلايد بتاعتي دلتا في مثلثه انما الدلتا في المدلعه اللي انا بكتبها دي ده الريبل اللي انا هستخدمه في الايكويشن دي. فهو ايه الريبل كام؟ 3% من ال في ب 3% من 400 يطلع 12. لا الماكسيموم ناقص المينيموم 2 دلتا في. مش كده؟ كلمه الريبل هو نص ال 2 دلتا في اللي هو دلتا في. لان هو القيمه في الفلكشويشنز اللي بتبقى فين؟ فوق المين او تحت المين. الفول ويف ريكتفاير يوزنج ذا بريك سيرت. الحقيقه الجزء ده اللي على الشمال اللي هو فيه الترنيتور او الصبلاي وانت بتسيب الدايره دي شيله وحط الدايره وهات ينفع ولا ما ينفعش؟ ها؟ وده المولد ده او الجنريشن او الصبلاي كان ايه بس؟ شيلها وحط الدايره على 10 سنين. يعني احنا بنوصل في النهايه دي بنوصل في النهايه دي
زي فوين يوزنج سنتر تاب ترانسفورم. طب ايه اللي احنا بنستفيده؟ اللي بنستفيده بدل السنتر تاب ترانسفورم ما كنت باخد نص الفولت بتاع السكن بتاع ترانسفورم باخد الفول فولت بتاع السكن بتاع ترانسفورم. يبقى من خلال الدايره دي the output is approximately equal to the maximum value of the second derivative transform. رقم اثنين الريبل قليل. رقم ثلاثة الريبل frequency is the same as the supply ولا double double. خلاص يبقى ده مقرر. الطبقة
لو طبقنا كده الكورتيزون على سي واحد من دي واحد يبقى الفونكشن على دي واحد هو في ناو في على دي 1 هيساوي في ماكس ساين اوميجا تي زائد في سي 1 اللي هو هيبقى في ماكس صح؟ كبس ده بيبقى ليش في نفس الوقت ذا ماكس فونكشن اوف ذا سكند اوف ذا ترانسفورم يبقى ايه؟ جزء بس ده فين؟ ادي جزء بس يعني البورد هنا كده شكله عامل كده صح ده انت على الضغط كيو واحد والبي ابلايد على الضغط رقم اثنين بتاع الترانسفورمر 100 كيلو فولت يبقى الريتنج بتاعه ايه؟ صح؟
طب ده الرقم منين؟ بتقول لي الريتم بتاع 400 لا 200. إذا قلت إذا الهرم رايز تو روبرت في ماكسيم دوري كذا خلاص قلنا الكلام ده يبقى الدايرة بتاعتي بقى بنسميها الدبلر سيركت. الدبلر سيركت. Cascading voltage doublers are used to enlarge and output voltages are needed without changing the input transformer voltage level. اخر نقطة. الله لو انا عايز اكتر من 2 في ده هاف ويف اديتني في والهاف ويف التاني عملت بيها دبلر اديتني هاف في خدت 2 في طب لو انا عايز 4 في او 6 في او 8 في او 5 في اور وات ايفر قال لي يعني بتسمى بالكاسكيد كونكشن هي برضه الدبلر دي تعتبر كاسكيد بس خلينا نسميها دبلر سيركت يعني هي سميت كذلك من خلال الكاسكيد اللي اكثر من 2 يونتس اكثر من 2 هاف اوفر ارتفاعات مرتفعه فراح كنت خلاص كده خلاص الفاير مش خلاص دي انا بعتها على فكره اوكي انا هيك اخدت ليه من عندي كنا في اثنين ولا في ثلاثة؟ كنا في ثلاثة؟ سيركت سيات
سي 4 سي 6 سي 8 سي 2 ان. عشان ان النمبر اوف ستيتس لو ان بواحد يبقى عندك اب 2 سي 2 صح؟ يعني سي 2 ان. لو ان بواحد يبقى عندك اب 2 سي 2. لو ان باثنين يبقى عندك اب 2 سي 4 يعني سي 1 سي 2 سي 3 سي 4. لو ان باربعه يبقى عندك سي 1 لغايه سي 8. كذلك الدي الدايس 2 ان. يبقى لو قلت 4 ستيج كوك روفت 1 مالتيبلاير او كاسكيد سيرفيس. ده كلمه مالتيبلاير هي كاسكيد سيرفيس. 4 ستيج معناها 4 مع 4 يبقى دي اللي هتكون فيها 4 في 2 8 كباسلز و4 في 2 8 دايس وقول لي وان سيكل كونسول. نرسمها بالشكل ده. الاستهات الزوجيه فوق، الاستهات الفرديه اهي بدل سي 1 سي 3 سي 7. الاتجاهات الفرديه اتجاه المربع هي دي 1 دي 3 دي 5 دي 7 صح؟ الزاويه دي 2 دي 4 دي 6 دي 8 سهله. امسك القلم وتعملها يا سلام. اللون بتاعي خد بالك نقطة A. لو أنا خدت الـ RL نقطة A حطيتها على نقطة D أبقى أنا واخد الـ Output من 1 ستيج اللي هو طلع لي كام؟ 2 V. لو أنا خدت نقطة A دي الـ RL ده ما بين الـ R وما بين نقطة D يبقى أنا واخد الاوتبوت من وان ستيشن صح؟ الباقي كله ملوش فيه. لو انا خدت نقطة A وحطيتها على نقطة C ابقى انا واخد الاوتبوت من كام؟ من 2 ستيج. ابقى واخد 4 لان كل ستيج بتديني كام؟ 2. لو انا واخد نقطة A زي ما هي خد بالك 2 في وبقت 4 في، ولو خدت الثلاثة ستيج هتبقى 6 في. خلي بالك ده مش كومبليكيشن، لا ده المقدار ايه؟ 2 ان في ماكس. يعني الاوت لو عند ان بواحد يبقى 2 في 1 2 ان في ماكس، ان ب 2 4 في ماكس، ان ب 3 6 في ماكس، يبقى ده الاوت. بس ده الاوت في حالة البلو دوت وفي حالة ان الريبل بتاعي نجلكتد. انما الحمل الدايرة يبقى الاثنين الاوت عبارة عن اثنين ان في ماكس ناقص حتة اسمها دلتا في ناقص حتة اسمها دلتا في. التقديمه بتاعتك ايا كانت استخدمت خمس ستيج ست ستيج
ثلاثة ستيج. دي ستيج كل كباسيتي او دايت البيك تنفرش فولتج او الريتنج بتاع من الفولتج هو دبل ذا فولتج اوف ذا سبلاي. دبل ذا ماكسيمم فولتج اوف ذا سبلاي. اتفقنا؟ يعني انا بقول في معانا الكباسيتي الاولاني ان الكباسيتي الاولاني مش هيشحن الا اب تو الفي ماكس بتاع السكند بتاع الفولتج. واضح؟ الناس اللي عملوا فيها اللي احنا هنعمل حاجه اسمها فورماليزيشن، يعني عشان ما تعبش الناس كده احنا هنحاول نختار السي 1 والسي 2 ولا السي 8 او ولا السي 10 كلهم زي السي يبقى فيها نفس الفكره. يعني لو كلهم 100 تريكو فراغ كل واحد 100 تريكو فراغ لو واحد 103 لو واحد 105 لو واحد 100 لا كلهم 100 تريكو فراغ قد بعض. فالدائره دي بقت ايه؟ كلها درس واحد 2 3 وطرد زي بعضها والكباسيتنس سي كل واحده اسمها سي وهي سيلفر. طيب قالوا ان الدبلر سيركت في الدبلر سيركت اللي فاتت الاول بتاعنا 2 في ماكس. طب ما يعتبر دي ستيج واحده صح؟ ستيج واحده بس في الدبلر سيركت اللي فاتت 2 في ماكس ناقص اي على اف اي واحد او اي ريفريش بنسميه لوب تايم. واحد على سي واحد زي واحد على 2 سي 2 ودي ليها اسباب مش مهم الاسباب. يبقى ده الاول بنخش من الدبلر سيركت اللي انا كنت مسميه 2 في. احنا قلنا مفيش حاجه اسمها 2 في، لازم يكون في فولتج درو ولازم يكون في ايه؟ ريبل. يبقى ده الاوت الحقيقي من الدبلر سيركت اللي فاتت. طيب الاوت من الكاسكيد كونكشنز او الكوب كروس كوارتر او الملتيبلاير، كل دي تسميات. ملتيبلاير هي من نوع كوب كروس اهو. الفي ار بتساوي 2 ان في ناقص اي على اف سي 2 ان تكعيب على 3 زائد ان تربيع على 2 ناقص ان على 6. برضه عايز تشوف اسبابها في اي ده، شوف اسبابها في اي ده. كنت بسكتها انا بس عشان وقت خد بالك لو عايز ماكسيمم اوتبوت دي سي فوكس مطلوب منك انك تزود ايه؟ ايه اللي بيتحكم في الماكسيمم اوتبوت دي سي فوكس؟ لو عايز مهد عالي اكتر واكتر تعمل ايه؟ بيزود ايه؟ ما نخافش يا اخوان مفيش امن دوله ولا امن كاسب ولا مش نتكلم ايه؟ نزود ايه؟ ستيتش كده؟ زود عدد المراحل ايه؟ بس كل ما زود عدد المراحل ايه؟ في تم بالنيجاتيف وده فاكشن في الايه؟ صح؟ رقم بيزيد. طب يا ترى 2 ان في كل ما زود دايما هيبقى اكبر دايما دايما ولا هتيجي لحظه بالظبط في بريكنج بوينت. يبقى عشان اعرف الماكسيمم بتاعي لازم افضل المعدل ده واسويه بايه؟ بالزيرو واجيب ان اوبتيمم او النمبر اوف ستيجز الامثل للحصول على هايبوثيسيس صح؟ فكنا قلنا ايه؟ لارج فاليو فريم لو ال بتاعتي اكبر من او تساوي 5 يمكن نجريت ال تربيع فخلينا الكوتشن بتاعي يبقى في اوت سبب ان في ناقص ان في تقريبا على 3 في اي على اف سي عشان اقدر افضلها معايا. طيب عشان اجيب كوتين ذا اوبتيمم فاليو او ذا نمبر اوف فيرست اي هاف تو ديفرنشيت الكوتشن دي وذ ريسك تو ان. فاضل بالنسبه لان فاضلنا بالنسبه لان حد عنده اي شعور في التفاضل ده انت عارفه مش كلمه طيب هو فانكشن الاوبتيمم في الفي في
الفولت بتاع سلندر وتلك الفي اللي تحت الروت هي الفي ماكس. خلاص اتفقنا؟ هي الفي ماكس. اف فريكونسي لو قلت لك الباور فريكونسي يبقى اف كام؟ 50. حتى لو خلصت ان اف يساوي 50 انت ضربت بافر والكباسنس واجب والكارت. اوكي. طب ناخد خلاص ناخد مثال بسرعه كده. الله اكبر الله اعظم.